الله يبارك فيك. احنا كنا حابين نعرف من حضرتك تصورك على فيلم ياباني اصلي كان ازاي؟ فكره الترشيح يعني حضرتك ازاي؟ البدايه كانت عامله ازاي؟ والله هو المؤلف واحمد عيد كلموني، رحت قابلتهم وخدت السكريبت، عجبني فكرته قريته، حسيته فرصه كويسه يعني اني اقدم نفسي من خلالها، لان هو فيلم مش تقليدي، في فكره جديده، في تحديات لي انا بس، فعجبني. طيب في الاخراج يعني ازاي حضرتك هتوصل الفكره عايز ايه؟ يعني لقيتها من الاطار الخارجي للفيلم هيكون ازاي من خلال رؤيه حضرتك؟ والله هو فيلم اجتماعي كوميدي، بس في يعني في معنى في الاخر هيوصل لكم ان شاء الله لما تشوفوا الفيلم نتكلم فيه. طيب التعامل مع الاطفال والممثلين اللي صعب جدا صعب جدا. اتعلمت حاجه. اتعلمت حاجه يا بنتي ولا ايه؟ يعني تقدري تقولي. اتعلمت بعض الكلمات اليابانيه؟ اه طبعا، وهم اتعلموا كلمات عربي كتير قوي. طيب الاختيار كان عامل ازاي؟ هل حضرتك قعدنا خد وقت كتير عبال ما لقينا يعني مصادر كتير تجيب لنا اطفال يابانيين، وقعدنا مع ناس كتير وفي الاخر اخترت يعني دول. طيب عمل حضرتك اللي هنشوفه قريب ان شاء الله؟ لسه والله مفيش خطط، نشوف ده بس، ربنا يكرم كده ونشوف ايه اللي هيحصل بعد كده. شكرا جدا لحضرتك. الله يخليك.